إمام سجد سجود تلاوة في الصلاة، والمأموم لم يسجد سجود تلاوة بسبب أنه كان يقرأ الفاتحة، فما حكم صلاته؟ كان ينبغي له عندما لم يدرك الفاتحة أن يستمع لقراءة الإمام وبعد ذلك يقوم بقضاء الفاتحة كما هو ظاهر صحيح السنة الثابتة، كما هو ظاهر السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبما أنه لم يفعل ذلك فلا أقوى على القول بمطلان صلاته، بل أقول إن صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.